حضرتك قبل ما نطلع الفصل الثاني عايزين نسمع أغرب حالة اكتئاب قابلتك وأثرت عليك شخصيا، حتى يمكن عملت لك شوية اكتئاب. هل صدفتك حاجة كده دكتور يحيى؟ آه، اتفضل. في واحد فلاح جميل، الفلاحين المفرعين دول مش عارف عمدة بقى، شيخ بلد وبتاع، وجاه يكتب. وبعدين بيحكي لي تعبان وفي سبب، وبيحكي لي من اللي عنده. فبيقول لي ابني، اصل فقدت ابني، عنده كم سنه يا عم الحاج؟ قال لي عريس. الله يرحمه. قلت له البقاء لله، يعني قبل ما يتجوز ولا بعد ما يتجوز ولا ايه يعني عريس يعني؟ قال لي لا، يوم فرح. يوم فرح واحد متماسك. قلت له طيب يا عم الحاج، ان شاء الله ربنا يصبرك، بس انا اتخضيت. فبدل ما انا اقول له مالك، قال لي مالك يا دكتور؟ هو اللي قال لك مالك؟ اه. قلت له ابنك عريس، سن الجواز ومالكش غيره، كان مالوش غيره. ربنا يصبرك ويقويك على اللي انت فيه. قال لي ربنا واسترد ودعته يا دكتور. قلت له امال جاي لي ليه؟ قال لي تساعدني شويه. انت استغربت رد الفعل؟ انا استغربت، وجالي كتاب اكتر منه، حزنت اكتر منه. بقى هو يطبطب علي، ايه يا دكتور مالك يا دكتور؟ قلت له انا بشاركك ألمك علشان الحكاية مصيبة، صعبة. أنا مش قادر أتصورها يا عم الحاج. قال لي بس أنا رضيت بقضاء الله، يا ربنا واسترد ودعته. مش هو وديع يا دكتور؟ عمال يعالجني. أيوه أيوه أيوه. ما انساهاش الحالة ديت، وما انساش كرم اللي هو جاي مريض، وأنا ما عنديش حاجة إلا هذا اللي أنا سمعته هو اللي أثر. وما تعرفش الولد ده، إنما أنت حسيت باللي المفروض هو هيحس بيه. بس هو بيحكي ومتماسك، حاجة يعني صبر وإيمان فوق الوصف.